بونسوار، ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين. انا عارفه ان انا بقالي فتره مش بنزل فيديوهات ليها علاقه بالسياسه على اليوتيوب، بس انا كان عندي ظروف وكنت يعني بشارك برايي السياسي عن طريق الفيسبوك والتويتر، ما كنتش بلحق اصور فيديوهات. عامه موضوعي في الفيديو ده هيكون عن انتخابات الرئاسه. قبل ما ابدا كلامي عن ترشح الراجل اللي ما يختلفش عليه اتنين، بدليل ان انا مش هقول حتى اسمه، انتوا هتعرفوا على طول انا بقصد مين. انا عايز اتكلم الاول عن انكل حمدين صباحي اللي داخل الانتخابات، وفوق ده كله اللي يفرسك اكتر ان هو عايز يعمل مناظره مع سياده الفريق السيسي. مناظره ايه اللي انت عايز تعملها حضرتك؟ اصلا دخول اي واحد مناظره قصاد الفريق السيسي اكيد مش هتكون في صالحه. ده هو كفايه ان في اول المناظره، ده لو الشعب المصري اساسا وافق ان حضرتك تعمل مناظره قصاد الفريق السيسي. والسؤال الاول ليكوا كان كالاتي: انت عملت ايه لمصر؟ المفروض ان الاجابه معروفه بالنسبه للفريق، ده هو اللي حررنا وحرر حضرتك شخصيا من الاخوان. انت بقى يا انكل هترد باجابه ايه؟ بحياه الغالي عندك اللي انت عارفهم، ترد عليا وتجاوبني على السؤال ده. مصر كلها مستنيه تعرف انت عملت ايه لمصر، غير الاجابه اللي احنا كلنا عارفينها، انك كنت وما زلت حبيب الاخوان، وان انت لسه بتطالب بالتصالح معاهم، واللي ما زلت بتعترف انهم فصيل سياسي مهم في مصر، مع انهم دابحين جنودنا وحارقين بلدنا. يعني انا مش لاقيه ليك اي حاجه كويسه خالص تخلي الشباب المغيب اللي انا مش عارفه اقول عليه ايه، يعني ايه اللي غيرهم وغير فكرهم ويخلوهم اساسا ممكن يفكروا ان هم ينتخبوك؟ هما اي نعم ان هم قله وانت عارف كده كويس، انا بس حابه انصحك انك تعرف قدر الراجل اللي انت داخل قدامه. انت لو كنت عارف اساسا ما كنتش طلبت مناظره، واساسا ما كنتش فكرت ان انت تدخل الانتخابات قصاد الراجل ده. مشكلتك انك مصدق نفسك ومصدق القله اللي حواليك، بس بعد الانتخابات هتعرف ان انت كنت موهوم وتقريبا كنت بتحلم. كفايه كده بقى عليك. هو خليني اتكلم عن رجل احلام المصريين كلها. اقول لكم حاجه وما تقولوش اني ببالغ، ده مش اصبح حلمنا احنا وبس، ده تقريبا الوطن العربي كله بيحسدنا عليه. عايز اقول لك يا سياده المشير انك مش محتاج تعمل اي برنامج ولا محتاج تعمل اي حملات انتخابيه، اسمك لوحده حمله. انت مش عارف ان انت اللي نور عينينا، وانت كل حاجه لينا ولمصر ولشعوب العالم العربي، انت البطل المنتظر. كفايه التواضع بتاعك، والاهم من كده انك انت مش بتتكلم كتير، وده مش عيب، علشان الجدعانه مش في الكلام الكتير، الجدعانه في الفعل، واحنا بصراحه شبعنا كلام. قعدوا يقولوا عايزين واحد مدني وكلام اهبل كده، وفي الاخر جالهم المدني بتاعهم ويودانا كلنا في داهيه. دخل الارهاب بلدنا بكل اطيافه وانواعه، لدرجه ان احنا مش عارفين اعداده من كتر الاسامي. الله يخرب بيتك يا اللي بهدلت بلدنا، منك لله، وربنا يخليك يا حبيبنا يا رئيسنا غصب عنك يا سياده المشير السيسي، يا اخونا ويا ابونا يا اللي بحقه حقيقي واحد مننا. انت هتفضل طول عمرك في قلبنا، وعمرك ما هتقول اهلي وعشيرتي. يا ريت بقى تريحنا وتخلينا نطمن على مستقبل مصر، وتترشح علشان تخلي كل الفئران تدخل جحورها. انت بس تقولها وهتفرح قلوب الملايين، علشان الناس فعلا وقتها هتحس ان عندها رئيس بحقه حقيقي. ده انت وانت ماشي جنب الرئيس الروسي كنت باهرنا ورافع راسنا بشياكتك ووقارك، مش عم دونجل اللي كانوا جايبينه لنا. احنا في الغربه هنا بنتباهى ان انت هتكون رئيسنا، فيا ريتك ما تحرمناش من الامنيه دي، وحرام عليك التاخير ده، قلبي الصغير لا يحتمل.